يعني مو قدام عينك حبيبتي؟ لو بدها كانت عزمتني. يسلموا ايديكي، عم نعزبك معنا، بس انتي بتعرفي انا اخر همي كان العشاء يلي بالجمعية، مزبوط؟ بقى ما في داعي لهيك حركات، والله عم بنزعج منهم، وخصوصي انه صار لنا سنين رفقات واصحاب مع بعض. بسيطة، بنحكي بعدين بالموضوع. يسلموا ايديكي، الله معك، موفقة. ألو، يعطيك العافية. بعد إذنك أنا بدي أحجز طاولة لأربع أشخاص اليوم. إيه، بس بدي أطلب منك طلب، لو سمحت بتقدر تخلي الطاولة تبعنا بنص الصالة؟ إيه، بعرف إنه عشاء الجمعية عندكم، لهيك أنا بدي أحجز. إيه، بعدين بحكي لك. إيه بنص الصالة. إيه، شكرا كتير، يسلموا، الله معك. نرمين؟ خير إن شاء الله، شوفي. حسان حبيبي، أنا اتصلت بالسيد بلال وعزمته، بدنا نتعشى اليوم. مو على أساس قلتي لي ما بدك تروحي تتعشي معهم؟ هالقصة مو لأني حابة أروح، مجبورين نعمل هالشغلة مشان نصلح الوضع. حياتي، ليش نحن غلطنا؟ مو حكيت لك قبل شوي إنه الصبح كنت عند الكوافير وكوثر شافتني وعاملتني مو منيح؟ بعدين؟ مو طلع كل هذا الشيء بسبب الرزان؟ كيف يعني؟ كل وحدة عم تشوفها بالحارة عم تحكي علينا قدامها. طلعت قايلة إنه أنت قتلت مرتك، وعم تقول للنسوان إنها أجت لعندي ونبهتني، بس أنا ما ردت عليها وتجوزنا بالأخير، وخبرت كل الحارة. فهمت، يعني أنت إجاكي وجع راس بسبب الماضي تبعي، ما هيك؟ يا عمري، شو الحكي اللي عم تحكي؟ نحن عائلة وحدة، وأنا رح حاول حل القصة ورح صلح صورتك قدام كل الدنيا. طيب فهميني كيف؟ بدنا نروح كلنا سوا على العشاء، وهيك قدام الكل منورجيهم إنه نحن عم نلتقي دايما، وإنه ما في شي من هالحكي أبدا. نرمين، شوفي أنا فهمان عليك منيح، بس أنت مو مضطرة تساوي هيك. تعرفي بلال رفيقي من زمان، فيني روح لعنده وقل له سكتها لرزان لأنه عم تحكي علينا قدام كل العالم، وهيك منخلص من هالمشكلة. وفكر رزان رح تسكت، ما هيك؟ طبعا، يعني رح تسكت إجباري. حسان حبيبي، هي أكيد ما رح تحسن سمعتك، وحتى إذا سكتت أكيد وقتها ما رح تطلع حالة غلطانة قدام العالم كلهم. تركني أنا حل هالموضوع، ماشي؟ طيب حبيبتي، تصرفي على راحتك إذا بتشوفي إنه هيك بنحل الموضوع. مو مفكرة يا روحي، أنا متأكدة الواحد بين العالم والمجتمع ما بتهمه غير سمعته، ما هيك؟ والحارس تفاجأ وكانت قوية كتير ونزلت بنص الجول، وكل الجمهور يهتفوا لي برافو بلال. بعدين بلشت العروض تجي من كل الفرق الكبيرة يا أهلي، وحتى من أوروبا. كوثر حبيبتي، بهنيكي على هالجمعية اللي بتاخد العقل، تفضلي قعدي. هذا من ذوقك. كيفك رزان؟ شو بتعرفوا بعضكم انتي ورزان؟ طبعا بعرفها. معناها إذا هيك ما في داعي أعرفكم على بعض. شي يوم خلينا نشرب قهوة سوا، لأنه في كتير شغلات لازم نحكيها. أي والله الحق معك، بكرة أنا بتصل فيكي وبشوفك. ماشي حبيبتي، خاطركن، إن شاء الله صحتين وعوافي. على قلبك. عن إذنكن رايحة دقيقتين وبرجع. نيرمين، شو رأيك تروحي معي على الحمام؟ أي طبعاً حبيبتي. جبنا كاسة تانية لو سمحت. بلال، كأنه صاير عم تكتر بالمشروب. معك حق، وبعرف انه ما بيفيدني، بس ما عم بقدر لاقي شي تاني نسيني همي. خير، شو اللي بدك تنساه؟ بس ما يكون عم يصير مشاكل بينك وبين رزان. انا اذا ما لقيت حدا احكي له بالاخير رح اجن. خلاص، انا هون احكي معي، عم بسمعك. أنا عامل علاقة مع وحدة، يعني علاقة قديمة. ورزان بعدين عرفت؟ لا لا لا، ما عرفت لسه، بس
أنا كتير حبيتها، ووقت اللي شفتها تغيرت حياتي وحسيتها قريبة مني ومن أول نظرة. طيب أنتوا لساتكن عم تلتقوا؟ لا، فجأة اختفت وما عاد تبينت، وصرت دقلة على موبايلها كل يوم بس ما عم تجاوب، ورحت على بيتها ما في حدا بنوب. والله ماني عارفان شو بدي أعمل بحالي. ومرتك غصون كمان اختفت هيك فجأة مزبوط؟ اي نعم، بس بكرة بتنسى مع الوقت تتعود. طيب بلكي ما قدرت انسى، ومن وقت اللي راحت ما عم بقدر ارتاح. كانت غير شكل، اسمها لينا. لينا؟ اي اسمها لينا. وشوف هاي صورتها كمان. كتير حلوة البنت مو هيك؟ ما بعرف ابنوب مين هالمرة؟ نحن اجينا لهون لنعرف مين بتكون. لقينا جثتها بمنطقة عمار مهجورة، وكان مكتوب على ايدها رقم تليفونك. لا، رقم تليفوني انا؟ ايه من وين جايبته؟ عن جد انا ما بعرفها، وبعتذر منكم لانه ما قدرت ساعدكم. يا جماعة، الزلمة اصلا صار له فترة بغيبوبة، وصار له فائت ذاكرته سنة كاملة، يعني مو متذكر شي. طلع فائت ذاكرته كمان، حلو كتير. سيد غسان، حسب معلوماتي انت قاتل شرطي بزمناتك. انا وقتها كنت عم دافع عن حالي، ولما نعرف انه انقتل بسلاحه سقطت الدعوة وبرقوني فورا. ايوة، الغريب بالموضوع انه حضرتك دائما بتفوت بمشاكل ما لك علاقة فيها. اذا معكم دليل ضدي اعملوا اللي بدكم اياه، بس اذا ما في روحوا من هون اتركوني بحالي. سيد غسان، ما في داعي تنفعل كل هالقد، اللي مو عامل شي ما بيضوج. عن اذنكم. انبسطت كتير انه اجتمعنا، وانا انبسطت كمان، كان لازم نلتقى. ما في محارم هون. هلا بجي. شكرا. صحيح تذكرت هداك اليوم وقلت اكيد ما بتعرفيها لغصون، فقلت جيب لك شي صوره لحتى تتعرفي عليها، لانه كل النسوان بتحب تعرف هالقصص. بصراحة أنا ما عندي هالفضول الزايد، وما بحب أتدخل بحدا، وما بحب حدا يتدخل فيني أبدا. طبعاً الدكتورة أخذت لها الصور، وهدول الوراق هنن التقارير كمان. هدول شو صاير هون؟ حسام بعد ما ضربها لغصون حملت حالة وراحت على المغفر عملت ضبط، وهدول هنن الصور، الجروح والعلامات وعينها المزرقة وإيدها المكسورة، كله مكتوب هون. ما عم صدق، هدول مستحيل يكونوا حقيقة. للأسف هي الحقيقة يا خانو. انتي ليش صالحتيني؟ مشان ترجعي تورجيني هالصور؟ شوفي نرمين، أنا كنت مجبورة ورجيك إياهم لأنك وحدة كتير منيحة، ونحن في بيناتنا معارف كمان، وبصراحة إذا صار لك شي أنا ما رح سامح حالي أبدا. تفضلي يا خانو. تفضلي حبيبتي، جبت لك المحارم إلك. شو ليش تأخرتوا كل هالقد؟ كل شي تمام مو هيك؟ ايه طبعاً حبيبي تمام. حلو. أمل بترجاكي، ما بدي حدا يعرف إنه الشرطة اجت لهون، وخصوصي أمي،
من غير شي هي زعلانة بلا ما نزيد عليها أكتر. ماشي حبيبي، أنت لا تأكل هم أبدا، هالموضوع رح يضل بيناتنا. أصلا أنا متأكدة أنه في غلط بالموضوع، يعني ممكن يكونوا مخربطين هنا وعمين يقلوا الرقم. وارد. إيه يلا يا روحي، أنا رايحة على البيت. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.